لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا النهاردة، وأهلا وسهلا بكم في محاضرتنا عن كيفية اختيار شريك الحياة. وبشكر جدا أكاديمية الدارين وإن هي وفرت لينا المحاضرة النهاردة علشان نتكلم عن موضوع مهم جدا، وإن شاء الله تستمتعوا جدا في المعلومات اللي هنتكلم عنها النهاردة. في البداية أحب أعرف نفسي تعريف سريع جدا. أنا اسمي محمد عبد النعيم، مدرب تنمية بشرية، بقالي سنتين خبرة الحمد لله في مجال التدريب، ومن سكان طبعا مصر القاهرة. النهاردة بنتكلم عن شريك الحياة، وإحنا مش بنتكلم عن الزواج بس، ولكن هنتكلم عن الحياة العملية كمان جوه التعامل ما بين الرجل والمرأة، وهيكون جزء كبير جدا من معلوماتنا. وأحب أنوه عن الموضوع ده من كتاب جميل جدا قرأته من فترة عن موضوع الرجال والمرأة، اللي هو الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. حد سمع عن الكتاب ده وقرأ عنه؟ تمام، فده مش هيكون برضو المرجع الوحيد بتاعنا، ولكن هيكون فيه مراجع ثانية أنا اعتمدت عليها وأراء تانية من علماء نفس، منهم الدكتور الجميل جدا طارق الحبيب، أظن إن في ناس عارفاه يعني، واللي ما يعرفوش هو أخصائي في الحالات النفسية والزوجية، وهو بروفيسور معروف جدا وحد محترم جدا جدا ومتخصص في الموضوع ده. هيكون بعض المرجعيات هم دول اهم اتنين يعني، مع بعض الخبرات بقى الايه الحياتية اللي انا عشتها. طبعا انا مش متجوز، ولكن انا مش هتكلم عن الجواز بس، ولكن هيكون في خبرات من خلال ان انا سمعتها او شفتها او اتعلمتها. وطبعا المرجع الاساسي عندي واللي هو علمني حاجات كتير جدا النبي صلى الله عليه وسلم، خير مرجعية اعتمد عليها في محاضرتنا النهاردة الصراحة، لانه هو ما كانش نبي بس، ولكنه كان زوج واب واخ وكان صديق وكان كل شيء عليه الصلاة والسلام. فدي المرجعية اللي هنعتمد عليها النهاردة. طيب ممكن نسأل سؤال، ليه بنتكلم عن موضوع زي ده؟ وهل الموضوع ده مهم للدرجة دي ان انا اعمل عليه محاضرة ونتكلم عن حاجة زي كده، ولا عادي يعني؟ في الحقيقة في ناس او بيبقى في رأيين. في ناس بتقول طبعا مهم جدا، او على الاقل بيبقى في ثلاث اراء، ولكن في رأيين قريبين من بعض. في ناس بتقول ان هو مهم جدا ولازم نسمع عنه ونتعلم وحاجات منه. في ناس بتقول لا عادي، ولا موضوع مش شرط ان انا اتعلمه. المحاضرة للاتنين الشباب والبنات، احنا قلنا في بداية المحاضرة ان المحاضرة دي عامة لاي حد عايز يحضرها. طيب الرأي التاني، في ناس بتقول لا ان الموضوع ده مش مهم، وان احنا عادي هنعيش كده وعلى خبراتنا اللي اتعلمناها وتربيتنا والكلام ده ونتجوز وخلاص يعني على خيرة الله يعني زي ما بنقول، من غير بقى محاضرات وجع دماغ وكلام في علم والكلام الكبير ده يعني. والرأي التالت ده بقى ناس يعني لا ما بين ده ولا ما بين ده، ناس بتقول تعالى نسمع المحاضرات ديت ونجرب، جت بفايدة خير وبركة، ما جتش بفايدة ادينا قعدنا وسمعنا وخلاص. في الحقيقة الأولاني هو هيبقى مهتم جدا، والنوع الأولاني هيسمع وإيه وهيبقى مستفيد. طيب النوع التاني أصلا هو مش هيحضر المحاضرات ديت، فهو مش هيبقى معانا دلوقتي يعني، لأنه كده كده إيه مش هيوجع دماغه زي ما بيقول بالحاجات ديت. أما النوع اللي في النص ده بيبقى إيه
يعني عنده شوية ذبذبة كده، هو يا ترى المحاضر ده هيقول حاجة ولا مفيدة ولا ايه بالظبط. ولكن النوع ده كمان في منه حاجات ما بتبقاش موضوعية شوية، بمعنى ان هو داخل وعنده شوية آراء وشوية حاجات اتعلمها من خلال زي ما هنقول كده بتيجي منين الخبرات ديت في التربية وكده، فيقول لك هي دي معلوماتي، تعال نشوف المدرب ده هيقول ايه. والله لو المعلومات بتاعته هي نفس الكلام خلاص، لو اعترضت معايا في شوية حاجات انا مش هسمع منه وهعترض عليه. فعلشان كده احب اقول في بداية المحاضرة وقبل ما اخش في اي كلام هنتكلم عنه اني انا عندي منهجية كده او معادلة دايما بقولها للناس اللي بتحضر معايا. معادلة اسمها ايه؟ معادلة مفاهيم. يعني ايه؟ اكتبوها وفي اي محاضرة هتحضروها دايما استدعوا هذه المعادلة. يعني اول حاجة في المعادلة بتقول لك اركن. يعني ايه؟ اركن كل حاجة انت سمعتها قبل كده عن اي حاجة في الموضوع اللي انت تسمعه دلوقتي. اركن اركن شوية المعلومات اللي عندك لو سمحت. يعني ايه؟ هتقعد معايا نص ساعة، ساعة، ساعتين، اي حاجة، انسى اي حاجة سمعتها قبل كده، اركنها لساعات معدودة وبرجعها تاني، مفيش مشكلة. يعني احنا مش بنقول لك امسحها خالص، لا لا، خليها معاك، ولكن اركنها حبة. طيب بعد ما اركنها دايما كده ايه نقول لك؟ اذا قرأ القرآن فاستمعوا له. طبعا احنا مش هنقول قرآن، والقرآن اعظم من كده بكتير، ولكن اي حاجة في الدنيا علشان تاخدها بكلام صح وتفكر فيها لازم تستمع انصات، زي ما استاذة رشا قالت كده، بانك مخلي كل افكارك وذهنك معايا ومركز قوي معايا، مفيش اي حاجه شغلاك. ثم بعد كده بقى اللي قالت عليه سميه انك تبدا تقارن بقى، مش تناقش، تقارن. اقارن ما بين ايه؟ اقارن ما بين المعلومات اللي عندي وما بين المعلومات اللي سمعتها، واشوف ابدا اشغل بقى ايه عقل شويه في الموضوع ده، يا ترى هو الكلام ده صح ولا انا معلومات اللي اتربيت عليها هي اللي غلط اصلا، وابدا اصحح بقى المعلومات، ثم اخرج بقى في الاخر بمفهوم جديد جدا. فانا النهارده ودايما كل محاضراتي بمشي عليها كده، اني يا اما بزرع مفاهيم جديده خالص محدش سمع عنها قبل كده، او بعدل المفاهيم، او باكد على مفاهيم موجوده ولكن محتاجة ايه شوية تعديل. بس يعني دول الثلاث حاجات اللي انا بعملهم دايما. فانا دايما بتكلم عن مفاهيم وقناعات، انا مش جاي اتكلم عن تغيير سلوك وبس، لان دايما السلوك مرتبط بالمشاعر ومرتبط بالافكار والقناعات. تمام. فقبل ما نبدأ لو سمحت، اي حد عنده معلومات عن موضوع الزواج او الراجل او المرأة او اي حاجة في الدنيا سمع عنها، يا ريت نركنها لدقائق معدودة، ثم بعد كده ايه نبدأ نقار. فانا ان شاء الله يعني هديكم شوية حاجات ممكن تكونوا سمعتوها قبل كده او معلومات جديدة، وفي الغالب ان شاء الله هتكون معلومات جديدة، ولكن هتصطدم شوية مع القناعات اللي اتربينا عليها. ف متوقع ان يكون في شوية اعتراضات، ومتوقع برضو ان يكون في شوية تأييد ليا. في زمان ايام اجدادنا وابهاتنا و الناس اللي قبلينا ديت، اللي هي يعني من جيل التسعينات او اللي قبل كده كمان، كانوا يتجوزوا، شاف البنت اعجب بيها، جه يتقدم من الباب، دخل على ابو البنت واتجوزها وخير وبركة وايه، وهيبدأوا يربوا على كده.
وغالبا دايما الناس كانت بتبص الأئمة على القرايب او الايه الحسب والنسب والكلام اللي ايه اللي دايما بنسمعه ده. فكان يخش يتجوز، فاكر بقى ان هو خلاص، وفاكر ان موضوع الجواز ده ليه غرض معين تاني، وبيكتشف بقى حياة تانية مختلفة. فيبدأ يتجوز، طبعا ما عندوش أي ملكة من ملكات التربية والتعامل مع الزوجة، ولو اختلفت ايه اللي ممكن يحصل. فيبدأ بقى ايه الحياة. فهما دايما حتى دلوقتي بقينا نقول ان الجواز هو شهر عسل، بس شهر واحد يعني. فهي ممكن تكون حقيقة، ولكن ليها أسبابها، يعني هي ليها أسبابها، وده برضو هنتكلم عنه إن شاء الله. فيبدأ يخلف، فيجيب عيلين تلاتة كده فرحان بيهم، عايز يلعب معاهم، وخلاص أنا بقيت أب وهي دي العيشة، وأنا مش عارف أنا مخلفهم ليه أصلا. يعني لو جيت سألت، والله يا عيال عزوة، يعني خير وبركة، يعني إن يكون عندي عيلين تلاتة أربعة، اللي هو إيه يعني، سند ليا يعني. طب وتسألوا ليه؟ في ناس بترد عليك مثلا يقول لك والله علشان لو نزلت خناقة إن شاء الله يبقى معايا في ظهري كده، يعني ده تفكير. وفي تفكير تاني يقول لك علشان يمسكوا معايا بقى الشركات والأموال دي هسيبها لمين؟ ده تفكير تاني، يعني هي قناعات. إلا قليل جدا بقى لو لقينا واحد بيقول لك انا والله ناوي اخلف اطفال ازرع فيهم قيم علشان لما يكبروا يبقى واحد منهم زي خالد ابن الوليد، والتاني يبقى زي مثلا الصحابي الفلاني، او يبقى زي صلاح الدين. قليل قوي لما بسمع الكلمات ديت، وخصوصا في الايام اللي احنا عايشين فيها ديت. يعني في ناس تقول لك يا عم صلاح الدين وخالد ابن الوليد دي ناس زمانها عدى وخلاص، يعني ملناش دعوة احنا بالناس دي. انا خليني زي ما ايه في حد من الناس كتب كده اطلعه زي ايه، فلان الفلاني في الكورة، من غير ذكر اسماء يعني. على فكرة هو مش وحش ان هو يطلع لعيب كورة، ولكن هو الهدف من انه يعني احنا ما بنزرعش فيهم الاهداف. ليه انت عايز تطلع برضه لعيب كورة؟ علشان خاطر ايه؟ فيبدأ يزرع فيك الفلوس، الشهرة، البنات، العربية، الموديل مش عارف كام. فانت بتزرع فيه قيم متبهدلة زي ما بنقول يعني. فهل ده الغرض من الجواز؟ ديت حاجة، ده بالنسبة للأطفال بقى وإيه والجزئية الأولانية. طب قبل الأطفال بقى، احنا على فكرة كل ده مش مقدمات، يعني احنا بندخل في المحاضرة ايه واحدة واحدة يعني. فالكلام ده مهم جدا، فأتمنى بجد بجد إن لو مفهوم واحد حد فيكم تبناه النهارده عندي خير من أي حاجة في الدنيا دي كلها، لأنه يعني هيفتح على نفسه إن شاء الله خير كتير. وخصوصا الأستاذ أحمد اللي معانا وفي سن 16 سنة، فمفيد جدا إن هو يسمع معلومات زي ديت، علشان إن شاء الله لما ربنا يكرمه بخطوبة أو جواز أو أي حاجة زي ديت يستفيد، او حد متجوز برضه يبدأ يعدل او اي حاجة. قبل ما ابدأ، في واحد كان بيدي مثل كده عن الزواج، وبيقول ان الجواز ده، واحد الشباب يعني كان بيقول ان الزواج ده غلطة وورطة وطول العمر رابطة، ويا تصيب يا تجيب لك جلطة. ايه رأيكم؟ طبعا انا اول ما سمعت المفهوم ده قلت ايه، ايوه بدانا نسمع اهو في ناس بتقول لك صح والناس بتضحك وفي ايه. لا ده واحد كان بيتكلم بجد، يعني واحد من الشباب، المحاضر اللي انا كنت بحضر معاه كان بيقول لك في واحد من الشباب بيقول كده. فايه اللي خلاه يقول كده اصلا؟ يعني في ناس طبعا هتقول لك ايوه والله انت ايه، يعني زي ما بيقولوا جيت على الجرح كده، واه صح والكلام ده. طيب ده اول مفهوم الناس بتاخده عن الجواز، وتقول لك الكلام ده مظبوط، وفي منكم هنا هيأكد الكلام ده، وانا شايف كلمة صح كتير يعني. طبعا الكلام ده غلط تماما بالمرة، يعني مفيش اي
كلام زي ده صح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ الزواج أو الجواز نص الدين، فأنت نص دينك في الجواز. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاي يصحح مفاهيم، فبيقول لنا إن الجواز ده مش غلطة ولا ورطة ولا الكلام اللي إحنا بدأنا إيه نبتدعه ده، خصوصا هنا عندنا في مصر يعني، فالشباب يبدأ يقول لك كده. ليه يعني، ليه احنا بنقول على الجواز كده يعني؟ ده طبعا راجع لاسباب. اولا في ناس ما بتقدرش ان هي تتجوز بسبب الحياه الماديه الصعبه اللي احنا فيها، ده سبب او عامل كبير جدا، خصوصا عندنا هنا في مصر. مش عارف في الدول العربيه التانيه هل الكلام ده ولا لا، ولكن انا كنت شفت احصائيه كده، كان مدرب من المدربين بيعرضها، ان في الخليج العربي كمان في الموضوع ده، ان بسبب الغلاء بدأت الناس ما تقبلش على الجواز يعني. فهي ظاهرة بدأت تبقى ملحوظة في العالم العربي، اني هتجوز مصاريف كتير، طب ابوها هيطلب بقى مني شقة وعفش ومهر وكلام من ده ومش عارف ايه فيا عم ايه، تعال نكبر دماغنا، ايه الجواز وجع قلب وبلاش الكلام ده. طبعا بقول ان ده عائق من ضمن العوائق، ولكن ده لا يدعو الى ان احنا نقول لا يعني، او مش عايزين نتجوز. انا واحد من الشباب يعني قد يكون ظروف المادية متوسطة وعايش في بيئة أو أسرة متوسطة جدا، ولكن الحمد لله بدأت أجتهد وأدخل في مجال التدريب والعلم الشرعي والدعوة، وبدأت أفتح لنفسي مجال، وبدأت أقول لأ إن شاء الله هكبر واحدة واحدة، وعندي هدف إن شاء الله أتجوز ويكون عندي أطفال أربيهم صح علشان أتعامل مع مراتي صح. ده هدف عندي. وأتمنى إن إحنا كلنا نفكر بالعقلية ديت. ما عمري بقى ما قلت إني لأ والله المشكلة المادية ديت عائق ومش هقدر أتجوز، والجواز ده سنة مش معدية ولأ وكلام كبير ومش عارف إيه فخليني بعيد. دي حاجة. في ناس بتقول لك لا ليه اتجوز اصلا يعني، في ناس بتبقى مرتاحه ماديا، ده اول سبب. يبقى خليكم معايا كده نقول انها اول سبب او عائق، ان الظروف الماديه، مع ان ده برضو من سبب الانسان يقدر يجتهد ويصنع من نفسه حد كبير في مجاله. طيب تاني سبب بقى، ان ممكن تكون انت اصلا مبسوط والحمد لله وعندك ماديات والحياه زي الفل، ولكن ناس بتقول لك او شباب بيقولوا لا انا عايز اقضيها واعرف لي كام بنت كده اتعرف عليهم عندي في الجامعه واقعد معاهم اكون شله، وادي الحياه معديه اهو، ان شاء الله ايه ربنا هيتوب عليا في يوم من الايام قدام يعني، اكون شفت لي كده ايه بنت الحلال يعني. مش بقول ان كل الشباب كده، انا بقول معظم الشباب كده، وانا شاب من ضمن الشباب بشوف عندي في الكليه النماذج دي، وعارف ان الكلام ده موجود وبكثرة كمان يعني مش قليل. وفي نفس الوقت مش الشباب بس، انا برضه قلت ايه يعني هاجي على الاثنين، مش عليا انا بس، او اقصد على صنف الرجالة بس يعني، ان في بنات كده، ولكن ده قليل جدا يعني. احنا عندنا هنا ايه برضه العادات والتقاليد بتحكم الحاجات ديت، فيبقى الظاهرة بتبقى كبيرة جدا في الشباب، ولكن احنا قلنا يا جماعة ان اي كلمة هقولها يا ريت نركز فيها قبل ما نناقش او نقول احكام كده او اللي انا ايه بفتري او اي حاجة. بجد انا مش جاي على صنف من الناس او رجالة او سيدات، انا بقول ناس قليلة، وفي نفس الوقت في ناس محترمة جدا 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 وانا اعرفهم برضه، ولكن على العكس في ناحية تانية يعني، في كده وفي كده.
ففي بنات برضو بيبقى عندها هدف ان هي يعني تتسلى برضو زي ما بنقول، او الكلام اللي عندنا في العالم او في مصر يعني، ان هي ايه تعرف ولد والتاني مفيش مشكلة، وان شاء الله ربنا ايه هيكرمنا قدام وهنتجوز يعني. فالحياة بتبقى كده. فده تاني عائق، ان هو اصلا الجواز مش في باله حتى لو هو مرتاح. وفي صنف تالت بقى، صنف تالت ده بقى ممكن يكون حد غريب شوية. هو شخص متدين جدا وربنا فاتح عليه في العلم والتقوى والزهد والحياة، وهو عفيف جدا وبيقول لا خليني بعيد عن الجواز، انا ربنا خلقني لدعوة، للدعوة او لنصرة دين الله. فانا الحياة اللي هي المادية ديت، وان انا اتجوز واجيب عيال والكلام ده، لا 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 يعني ايه خليني بعيد عنه، انا راجل هبقى زاهد وعابد في الحياة وماشي كده بقى، ومش هتجوز بقى. واللي هو ايه يعني، هو ممكن ما يكونش معقد، ده المعقد ده يعني ايه صنف رابع بقى، ده حد تاني. ولكن ده هو شايف منظوره ان لا انا مش عايز اتجوز يعني، ربنا خلقني بس داعية لدين الله زاهد، مش هتجوز يعني. الحاجة دي ايه، في ناس بتقول لك لا ده صنف. في واحد بقى او بنت برضو يكونوا بقى الشخص المعقد، اللي هو لا عايز يتجوز اصلا، ولا شايف ان البنات دول نكرة، معلش محدش يزعل مني، ولكن ده تفكير بعض الناس. وفي بنات بتشوف العكس، وده بيرجع لاسباب، انا مش هتكلم عن الاسباب لان انا مش عالم نفسي، ولكن ده بيرجع لاسباب ان هي مثلا شافت والدها قهرها في البيت، او تعامل مع امها، او كان في حياة ما بينها وما بين امها فشل في العلاقة الزوجية، فهي شافت ان الرجالة كلهم مثلا صنف كذا معين، او العكس يعني. في العكس الرجالة تقول لك لا. ففي كده وفي كده، فهي اصناف كتير بتبص ازاي للجواز. دي اول نقطة عندنا في محاضرتنا، ان ازاي الناس شايفة الجواز بأني عين يعني، وايه العوائق. دي حاجة. طيب هو الست او البنت او الانثى دي بتتجوز ليه؟ اكيد عندها حاجة يعني، اكيد عندها حاجة الشاب ده رايح لها علشان يتجوز لها. تفتكروا انتوا ايه الحاجات او الحاجة اللي عند البنت الشاب بيبص لها؟ تمام، كل كلامكم ده مظبوط جدا جدا جدا، ولكن خلينا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. فانا الكلام ده مش جايبه من عندي يعني. فهو قال عندها اربع حاجات مهمة جدا الشاب او الراجل بيبص لها. عندها جمال، عندها حسب ونسب، وعندها دين، وحد يقول ايه الرابعة؟ لا ما كانش علم، قال مال. يبقى جمال ومال وحسب ونسب والدين، وقال في اخر الحديث فاصفر بذات الدين. يعني ايه الدين؟ هو الاخلاق. فقال لك لو انت هتختار ما بين الحاجات ديت، اختار اخر حاجة اللي هي الدين، الاخلاق، ده المهم. طيب في ناس تقول لي طب انا عاجبني الجمال يعني، هل الموضوع ده عيب؟ واحد تاني يقول لك لا انا عاجبني ان انا اتجوزها علشان فلوسها يعني، هل ده الموضوع ده عيب حرام؟ في واحد يقول لك طب ما انا هختار بقى الايه الحسب والنسب، تالت حاجة في الحديث، مش عايز الدين. هو النبي ما قالش ان هو عيب ولا حرام، ولكن قال لك الافضل ان انت تختار على اساس الاخلاق. علماء النفس يعني، انا برضو هتكلم في حتة في علماء في علم النفس، وحتة عن الدين والنبي يعني، زي ما قلنا المرجعيات بتاعتنا. فعلماء النفس بيقولوا ان اول حاجة بتعجب الراجل في البنت هي جمالها، فيبدأ يبص عليها من الموضوع ده.
فدي أول حاجة الراجل بيفكر فيها. ولكن على العكس، فنرجع نقول إن علماء النفس بيقولوا إن أول حاجة بتلفت انتباه الراجل للست هي الجمال، ولكن الست بقى حاجة مختلفة تماما. هي أول حاجة بتبص ليها عند الراجل عقله، تفكيره، هو بيفكر ازاي. مش مظبوط اقول لك لا، ده كلام علماء نفس، وحتى النبي قال ان هي تنكح الاربع حاجات فعلا لجمالها، فهو اكيد بيبص ليها. لكن مش كل الناس كده اكيد، يعني احنا مش بنعمم، احنا لكن بنقول العامية من الناس والشباب والبنات بيبصوا على المنظور ده. ولكن على العكس، او ممكن يطلع حد مختلف، ان ممكن واحد ما يهموش الجمال فينظر ليها لعقلها. طيب احنا قلنا ان في ناس بتبص كده، وفي ناس بتبص الناحية التانية، وفي ناس بتختار على الاساس ده، وفي ناس بتختار على الاساس ده. طب ان الاصح، الاصح زي ما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انك من حقك انك تبص على الجمال والمال والحسب والنسب، ولكن الاهم انك تبص على الاخلاق. لازم يكون عندنا اول مفهوم من مفاهيم الحياة وانت بتختار. اكيد مش لازم تبقى ملك الجمال، وهو القبول بيجي ازاي؟ ما هو ده القبول. القبول مش معناه ان انا الجمال بس، القبول ممكن على فكرة تعجبني فيها، فكرها، دماغها، اخلاقها، ما هو ده القبول. القبول مش في الجمال بس. ده كده اول جزء اتكلمنا عنه، ايه الاسباب، يعني ايه. خليكم معايا واحدة واحدة، لان زي ما قلت لكم مفيش باور بوينت، فانا اكيد فاكر الحمد لله النقط يعني، فانتوا يا ريت تفتكروا النقط. فاحنا اتكلمنا عن بعض الاسباب اللي بتخلي الواحد ما يبصش اصلا للجواز، وشايف ان الموضوع ده كلام فاضي. ثم اتكلمنا تاني حاجة عن اني اختار على اساس ايه. في ناس، احنا كنا وقفنا عند حتة ان في ناس بتقول لا، الحب من اول نظرة، وان مهم جدا ان انا قبل ما اتجوز لازم احب. في ناس تقول لك لا لا لا، انا ما عنديش مانع في مشكلة الحب ده، وان كده كده الحب بيجي بعد الجواز، وان يعني حرام شرعا، وان لا ما ينفعش احب، وان يعني في كده وفي كده وفي في النص. فهل الحب ده موضوع مهم في شرط من شروط الجواز، ولا الموضوع ده عادي بيجي بعد الجواز، ولا ايه هي بالظبط القناعة اللي لازم تبقى موجودة؟ انا عايز اقول ان الحاجتين مهمين جدا، ولكن مش شرط ولا ضروري ان لازم الواحد يتجوز على حب. الشرط ولا ضروري، قد يختلف على فكرة. انا عارف ان قد يختلف معايا ناس كتير جدا، ان لا لازم الحب قبل الجواز ومش عارف ايه. على فكرة في كده وفي كده، انا مش بقول ولا ده ولا ده، انا بقول الاتنين مع بعض، ان في حب بيجي بعد الجواز، او ان انا اروح شفت بنت اعرفها معايا في الكلية او في المنطقة، او سمعت عنها، او والدتي تعرفها فانا سمعت عنها اخلاق كويسة فروحت اتقدم. ف بيبدأ القبول هنا بقى، ان انا اقعد معاها واتكلم معاها وابدأ اشوف هي ممكن ايه اللي يعني يعجبني فيها، سواء جمال او اخلاق او كلام. ولو لقينا قبول مع بعض، ممكن ربنا يفتح علينا وتبقى دي مراتي في المستقبل واتجوزها. فاذا مش شرط هنا ان الحب، وعلى فكرة في جوازات كتيرة جدا بدأت بالموضوع ده، وفي ناس كتيرة جدا معروفين ومشهورين، يعني قصص حياتهم والجواز عندهم بدأ بالطريقة دي، ان واحد قال لهم لو سمحت عايز، او قال لي واحد صاحبه مثلا، انا بدون ذكر اسماء، انا ناس مشهورة جدا كانت بتتكلم عن قصة حياتها كده. فالجواز يحمل الاتنين، لان ممكن على فكرة تحبها وربنا ما يردش. يعني ايه الافضل؟ فانا عارف ان السؤال ده ممكن يجي برضو، ايه الافضل؟ طيب ان انا اتجوز عن حب، ولا اسيب الموضوع كده سيبها بظروفها، في اي وقت ربنا هيجيب الحب، او امي بقى تشوف لي واحده
زي ما بنسمع عندنا. طبعا زي ما قلت الاثنين هما الصح، ان انا ممكن احب وممكن بعد الجواز يجي الحب. فهي الفكره ان سيب قلبك، ما تركزش على حاجه معينه، ولكن لازم يكون عندك مواصفات وشروط في الانسان اللي هتختارها. يعني مش اي واحده كده جابتها لي الوالده او اي واحد انت شفتيه فخلاص هو ده، زي ما بنقول ساعات فتى الاحلام او فتاه الاحلام او الكلام اللي ساعات انا بسمعه او اللي انا برضو كنت ساعات في يوم من الايام بفكر فيه عادي. يعني انا شاب من الشباب واكيد فكرنا في الحاجات دي، ففي كده وفي كده الصراحه. برضو الشروط، موضوع الشروط برضو فيها نقط معينه. يعني ايه؟ يعني هل اكتب الشروط بقى حاجات عاليه جدا ولا ممكن اتنازل عن حاجات معينه؟ يعني عايزاه وسيم، ولازم يكون طوله بقى، احنا بنسمع بقى الحاجات ديت اللي هو ايه، لازم يكون زي مهند والكلام اللي ايه يعني اللي ساعات بنسمعه كده من البنات او الشباب، اللي هي لازم تكون زي فلانيه الفلانيه. ده للاسف بقى اللي عمله الاعلام، ان يجيب لك فتاه والتانيه والتالته وهي برضو واحد، ونبدا نقارن. يا جماعه مش دول اصلا مش وجه مقارنه، وربنا وزع الجمال على الناس كلها، وزي ما قلنا الجمال جمال الروح اصلا. لاني ساعات بتيجي مشاكل عند بعض المدربين او في ناس برضو انا بتسالني ساعات، ان بسبب الحاجات دي بتعمل لي ازمه بقى، اني لا انا عايزاه شبه مين ولازم يكون مش عارف مين. لا، في حاجات اساسيه اوعى حد يتنازل عنها، في حاجات عادي هي ممكن تروح وتيجي، واهم حاجه الموده والرحمه اصلا. يعني ربنا خلق الجواز علشان كده، موده ورحمه. كلمه الموده والرحمه مليانه معاني كتيره جدا، مش كلمه ان انا بتجوزها علشان فلوسها هي معاها كام في البنك، ولا جمالها هي اجمل واحده في الكليه عندنا او هو اجمل واحد، او يعني الكلام ده. سبحان الله، من الغريب جدا ان انا برضو دايما يعني فكر الشباب ان ايه، معظم الناس تعالى ربي عضلاتي علشان بقى ايه، يبقى فتى احلام والبنات بقى ايه تعجبني جوه اعجبها جوه الكليه وهكذا، وابدا افكر فيه. في ناس بتفكر كده، وانا اعرف ناس شخصيا بيفكروا كده. انا دايما اقول لهم لا، يعني الفكره مش في اني بعمل جسم علشان خاطر حد، ولا والدي ولا صاحبي ولا بنات، لا انا بعمل جسم علشان ده هدف تاني. ربنا اداني صحه فانا بستفيد منها في ان انا بعمل عمل خيري، بنزل اساعد الناس، مش علشان استعرض وادخل اي خناقه فاعجب اي بنت. يعني دي من ضمن الحاجات ايه اللي برضو يعني معظم الشباب او بعض الشباب بيفكر فيها. يعني ف يعني انا عارف ان معظمنا اكيد نعرف حد كده. وبرضه البنت بقى يعني ايه اللي هو لازم ابقى جميله جدا ومش عارف ايه والكلام ده، برضه مش عامل. فدي تاني نقطه. طيب النقطه اللي بعد كده بقى جوه محاضرتنا، اني اتجوز مين بعد ما انا نقيت، او فكره اللي هو العائق في الجواز الكبير من الاهل، اللي هو انا ربنا وفقني واخترت واحدة بنت ناس، وإن شاء الله يعني أنا ناوي إن أنا حتى ما أكلفش أهلي أو أيا كانت القصة مغزاها إيه يعني. فأنا جيت أقول مثلا الوالد أو الوالدة وهم اعترضوا في البيت، سواء من أهل البنت أو أهل الولد يعني أو الشاب يعني. فدي معظم المشاكل اللي دايما بنقابلها بقى أو سمعناها. وأنا كان في حد بيشتكي لي من الموضوع ده قبل كده، ان لا مش راضيين وبيجبروني ان انا اتجوز حد مش عايزاه، واحنا شايفين ابن عمك انسب او ابن او بنت عمتك انسب او مش عارف ايه، والكلام اللي بنسمعه عندنا في العائلات المصريه دي. طبعا الكلام ده غلط تماما، ويمكن استشهد بقصه البنت اللي جات للنبي تقول له انا ابويا عايز يجوزني ابن عمه علشان ايه، يعني يرفع الدنية منه، يعني اللي هو يديله مكانة. فراح النبي قال لها لا، جوازك باطل.
فراحت قالت له لا خلاص انا هتجوز، ولكن انا حبيت ادي درس لبنات جيلي ان هم يتعودوا يختاروا مش ابهاتهم اللي يفرضوا عليهم. فدي قصة حصلت برضه في حياة النبي، اني لا لازم انا اللي اختار مش ابويا وامي. وبعض العلماء بيقول لك ان طاعة الوالدين فيما يختص بهما وليس بيك انت، يعني اختيار التخصص في الكلية هم ملهمش دعوة بيه، اختيار الزوج او الزوجة هم ملهمش دعوة بيه. انا عارف ان في ناس هتختلف معايا وتقول لي طب بر الوالدين، انا ما بقولش حاجه على فكره على بر الوالدين خالص، بل بالعكس يعني، ولكن في حاجات ما ينفعش ان هم يتدخلوا فيها زي اختيار شريكه الحياه او شريك الحياه واختيار التخصص، لان دي حاجات ما تخصهمش هم. طبعا احنا بنسمع منهم من خبرتهم. طب هيسالنا حد لو انا في موقف زي ده اعمل ايه؟ لا ده موضوع كبير مش هينفع طبعا ارد فيه هنا، او انا مش اهل للموضوع ده او ان انا يعني اديكم نصيحه فيه، ولكن في ناس علماء نفس محترمين جدا جوه مصر وبره مصر نقدر ان احنا نستشيرهم اكتر في موضوع زي ده بقى. ولكن يعني ممكن في اخر محاضره لو فتحنا الاسئله ان احنا يعني اديكم بعض الايه الخبرات او العلم اللي عندي يعني. طيب انت كلمتنا عن العوائق، اختيار شريك الحياة، الشباب بيفكر ازاي او البنات، وايه ممكن العوائق اللي تواجهنا او الاب او الام والكلام ده. طب اتجوزنا بقى وحصل اللي حصل وخلاص يعني كانت الحياة كده. طبعا انا بقول لاي حد في الدنيا، ويمكن ده هدف من اهدافي انا كمان، ان اتعلمت قبل ما اتجوز الجواز ده اصله مش لعبة، مش تدخل على حاجة مهمة جدا. يعني انت برضو علشان تاخد الدكتوراه بتبدأ تحضر بقى في العلم وتذاكر وتجيب وكده وتروح للدكاترة وتتعلم علشان تاخد حاجة اسمها الدكتوراه، فما بالك انت هتدخل حياة تانية جديدة انت مش عارف تتعامل ازاي فيها وانت ما عندكش اي علم ودراية بالموضوع ده وما درستش ازاي اتعامل معاها وازاي يا رب عيالي وازاي لو حصل موقف معين. فمن الطبيعي جدا على فكرة ومهم جدا ان كل واحد عنده نية ان شاء الله يتجوز او قدام اكيد معظمنا هيتجوز ان هو ياخد كورس ازاي او دورة تدريبية ازاي يكون اسرة من اول بقى بسم الله اللي هي شريك الحياة زي المحاضرة من اللي احنا بنتكلم عليها دي لحد الطلاق ما قدر الله، يعني علشان تبقى فاهم الحياة ماشية ازاي. وعلى فكرة في دورات كتير موجودة، في برامج كتير اتكلمت عن الموضوع ده على النت تقدروا تدوروا عليها، واظن هنا في اكاديميه الدارين كان في دوره برضو بتتكلم عن الموضوع ده بعمق تقدروا تدوروا عليها. فمهم جدا ان انا اتعلم الحاجات دي، بس الجواز ده مش لعبه يعني، مش اتنين قبلوا بعض مش عارف ايه خلاص هنجيب عيال ونفس الطريقه اللي اتربينا عليها وعندنا ثقافه باي علم او اي حاجه. لا 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 موضوع كبير على فكره. واحد يقول لي يا عم انت كبرت الموضوع علينا والكلام ده، ما انا قلت لكم في بدايه المحاضره ان في ناس هتنقسم الى ثلاث انواع. اتمنى ان احنا ناخد الكلام ده يعني اللي هو ايه حافز لينا ان لا ان شاء الله هنتعلم واعرف ازاي فعلا اتعلم معاها ويبقى حافز ليا ان انا علشان اتعامل معاها برفق ولين وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم. انا فعلا عمري ما اتعلمت ازاي ان شاء الله يعني ان انا اتعامل مع مراتي اكتر ما تعلمت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أكتر من العلوم الإنسانية وعلم النفس والكلام ده، بجد يعني قد ما سمعت في السيرة عن النبي الإنسان الزوج، إيه العظمة اللي يعني اللي بيتعامل بيها مع السيدة عائشة مثلا، أو وفائه مع السيدة خديجة، أو مع الزوجات التانية، والعدل اللي هو كان فيه، يعني حاجات عظيمة جدا 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 يعني. اتمنى ان حتى لو سمعناها قبل كده السيره نسمعها من اول وجديد بنظره جديده، بنظره محمد صلى الله عليه وسلم الانسان. اتمنى ذلك يعني، واتمنى برضو يعني يا ريت لو في اكاديميه الدارين ان شاء الله برضو يعملوا دروس عن حياه النبي وسيره النبي صلى الله عليه وسلم، لان بجد احنا محتاجين ومفتقدين هذا انا بسميه علم حياة النبي والصحابة.
مش علم بقى كزوات، لان ساعات الناس بتجيب التاريخ بتاع السيره عظماء الصحابه على انه اساس غزوات وحرب وسلاح ومش عارف ايه، وده بقى اللي بيمسكوه الغرب علينا ان انتوا الاسلام عندكم حرب وسيف. لا 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 لا، على فكره في حاجات اعظم من كده بكتير، وفي علماء حسبوا نسبة الغزوات اللي كانت في حياة النبي لا تتعدى يعني حاجات بسيطة جدا، وبقيت حياته بقى تعاملات مع الصحابة مع الزوجات مع اليهود وازاي الرحمة وحاجات، يعني انسان انسان. المهم فقلنا حصل بقى اللي حصل زي ما بنقول، واتجوز، وافرض هو ما عندوش اي معلومات او عنده معلومات، ايه اللي بيحصل ساعات؟ في كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة الكاتب بيقول هنفترض ان احنا عندنا ان الرجال جايين من كوكب المريخ والنساء جاية من كوكب الزهرة. الكاتب بيقول ان احنا هنفترض حاجتين، يعني ان الرجالة دول جايين من كوكب المريخ والنساء دول جايين من كوكب الزهرة، وإن ده عايش على كوكب المريخ وليه مواصفات عايش عليها وحياته وهكذا، وإن الستات أو البنات جاية عايشة على كوكب الزهرة وليها طريقة في التعامل. فالمهم في يوم من الأيام الرجالة دول بصوا على الكوكب التاني، طيب فالرجاله بصوا على النساء في الكوكب الثاني بالمنظار بتاعهم، فلقوهم ايه يعني ايه، شافوهم كده فاعجبوا بيهم فقرروا ان هم يروحوا لهم بقى على الكوكب اللي هناك، وان ازاي بقى الحياه كانت من غيرهم ضلمه، ويا لا احنا اول ما شفناهم في حاجات كتير فكرنا فيها ولازم نتجوزهم وكده. فالمهم اتجوزوا وعاشوا هما الاثنين حياه سعيده جدا جدا كل واحد على كوكبه، فقرروا في يوم من الايام ان هم ينزلوا على الارض. هو صحيح قصه تخيليه ولكن لها مغزى من التعامل يعني. فاول ما نزلوا على الارض جالهم زي حاجه من نوع الزهايمر كده يعني، فنسيوا ان هم ازاي كل واحد كان بيتعامل على الكوكب بتاعه. ومن هنا بقى نزلوا على الارض وبدات المشاكل، فبدأت الزوجة تقول لك انت مش فاهمني، انت مش عايز تسمعني، انت خلاص ما بقتش تحبني، وبدأ الزوج برضه هو كمان يقول لك انت بقيتي لا تطاقي، انت ما حدش يستحملك، وبدأت من هنا بقى المشاكل والنزاعات. وده بسبب حاجة مهمة جدا بقى، وده اللي بيقول عليه الكاتب، ودي الحقيقة على فكرة. والكلام ده على فكرة مش في الجواز بس، في أي حاجة في الدنيا، حتى ما بين أي إنسان، سبب اختلافنا مع بعض هو السبب الرئيسي اختلاف حاجة اسمها الخلفيات. أنا خلفيتي اتربيت بطريقة معينة، بيئة معينة، علم معين، مختلفة تماما عن صاحبي، عن الجيران، عن مراتي، فمن الطبيعي إن أنت جاي من بيئة وتربيت على طريقة معينة وبتاكل بطريقة معينة وبتلبس بطريقة معينة وبتنام بطريقة معينة، وهي نفس الكلام، وانتوا الاتنين جايين تعيشوا مع بعض حياة هتكونوها علشان تبقى سيستم واحد، فتخيل ايه اللي ممكن يحصل يعني. اكيد لازم يكون في اختلافات، لكن الفكرة مش في كده، الفكرة ان احنا بننسى اصلا ان احنا جايين من كل واحد من بيئة تانية، وده اللي بيتكلم عليه الكاتب في الكتاب، يعني ان ده جاي من الزهرة ودي جاية من المريخ، وده عايش على طريقة معينة وهي عايشة على طريقة معينة، فبيجوا مع بعض يتخانقوا، فهي فاكرة ان هو اصلا هو كده، وهو فاكر ان هي كده وقصده كده، لكن الحقيقة هي مش كده اصلا يعني. طب ايه الموضوع وازاي نفهم الموضوع ده؟ الكاتب بيقول لك ان الرجالة على كوكب المريخ بيعيشوا بطريقة معينة اسمهم أصحاب حل المشاكل. يعني إيه؟ هما ناس عمليين جدا، اتعودوا أول ما مشكلة تجيلهم يتعلموا أو إزاي يحلوا المشكلة بأسرع وقت، ويفكروا
في المشكلة بسرعة علشان يحلوها. دي الرجالة. على العكس بقى في المريخ الستات لا، أو النساء لا، ما عندهاش هي فن حل المشكلات ده. فأول ما تجيلها المشكلة تبدأ تتكلم عن المشكلة علشان تفضفض عن المشكلة، علشان عندها مشاعر عايزة تتكلم عنها، فهي ما يهمهاش إن هي تحل المشكلة، هي أهم حاجة عندها تتكلم عن المشكلة. الراجل لا، مختلف تماما. زي ما قلنا الكاتب بيقول مثال إن واحدة اتنين متجوزين حصلت لها مشكلة في الشغل، فجاية بقى ايه داخلة من باب الشقة وهو قاعد بيتفرج على التي في، وهي بقى جاية تشتكي بتقول له شفت يا حبيبي ايه اللي ممكن ايه اللي حصل في الشغل، صاحباتي اتخانقتي معاهم ومش عارف ايه. وراح هو قال لها والله بجد طيب ماشي عادي سيبيهم بس تجليش بالك بيهم يعني. فراحت هي قالت له طيب اصل هما يعني دايما بيتخانقوا معايا وانا مش عارف اعمل ايه والكلام ده. فراح هو ما ردش عليها وقعد يقرا في الجرايد وايه وسايبها تتكلم. فهي شافت منه الموقف ده، ايه ده هو مكبر لي كده ليه؟ اه ما هو كده دايما. ده ايه دي القصه اللي بتحصل حتى ايه مش في الكتب بس، دي في الحقيقه كمان يعني. فتبدأ بقى هي تقول لك اه شفت اهم حاجة عنده التي في والجرايد وايه شغله، وسايبني انا اضرب اقلب ومش همي من ان هو يسمعني ولا اي حاجة خالص يعني. دي قصة. وهل دي الحقيقة فعلا ان هو مكبر لها وان هي، ولا هي ايه الحقيقة؟ الحقيقة ان هي على فكرة في الموقف ده بتقول لك اسمعني. يعني ايه؟ بتقول لك لو سمحت اسمعني، يعني ما تديهاش الحل بسرعة. يعني ايه اعمل ايه ساعتها يعني؟ يعني هي لما تدي مثلا حاجة زي كده او بتشتكي وتقول لك مثلا ده اصحابي في الشغل عملوا كذا، اصلا انا تعبانة النهاردة، اصلا انا مش عارف ايه، اصلا انا كذا كذا، فابدأ انت تقول لها والله بجد كلام من ده، حسسها انك سامعها. سامعها بس مش سماعها بقى ان هو ايه يعني سايبها بتتكلم وانت ودنك في حتة تانية، لا سماعها يعني زي ما قلنا استماع، فن الحوار، بانك لما اللي قدامك يتكلم تقعد تسمع له. صح، النبي كان كده صلى الله عليه وسلم، انك تحسسها بالاهتمام، قول لها اه قولي انا معاكي، انا حاسس بيكي، انت فعلا عندك حق، طب وانت شايفه ايه؟ ابدا احسسها بالكلام اللي هو ايه ان يخليها تتكلم هي. هي من نفسها تبدا تقول لك انا حاسس ان انا صدعتك النهارده، انا اسفه مش عارف ايه، بس هي هتحس ان خلاص سمعتها، هي فضفاضت معاك، هتبقى الحياه كويسه جدا. ولكن لو انت بقى عملت الموقف الاولاني تبدا بقى ايه لا ومش عارف ايه والكلام من ده، تبدأ الخناقات هنا بقى. طيب ده بالنسبة لتعامل الراجل مع المرأة. طب والعكس ايه اللي بيحصل؟ الست دايما تحب في الكوكب عندها ان هي ايه لجنة خبير البيت. يعني ايه لجنة خبير البيت؟ تحب دايما تدي نصايح. يا حبيبي انت الجرافطة بتاعتك ليه مش معدولة؟ انت ما صليتش النهارده فايه صلي. فهقف هنا على فكره، لان ممكن حد يقول لي طب ما هي بتقول له حاجه كويسه. انا عارف ان هي بتقول له حاجه كويسه، ولكن الزن او اللي هو كتر الكلام الرجاله تقول لك ان هم ايه زن، معلش في الكلمه ولكن ده المصطلح اللي بيتقال عليه يعني، او كتر اللح على على الكلام. تخيل انت بلاش زوجين يعني، تخيل انت او احنا كشباب يعني رجاله او ستات، حد جاي ينصحنا 24 ساعه على طول، وده علشان كده احنا مش بنستقبل الكلام ده من الوالد او من الاساتذه او فتبدا تقول يا ربي لو ربنا يخلصني من الكلام ده، يا حفظنا نفس الكلام كل يوم نفس القصيده. تخيل انت بقى
الست عندها نفس الكلام وانتوا الاثنين في بيت واحد، تبدأ تقول لك انت ما عملتش كذا، طب اعمل كذا، طب انت مش رابط ليه كذا، طب انت مش عارف ايه، طب انت هو بقى خلاص يعني على اخره فزهق. طب المفروض ان هي تعمل ايه؟ المفروض ان هي تراعي حالة الزوج. يعني ايه؟ معظم بقى امهاتنا او معظم الناس عندنا اول ما يدخل الراجل من الباب الشقة ما شفتش، طب هو شاف ايه؟ طيب الواد عمل كذا وكذا وكذا وكذا، هو طبعا جاي ايه مشحون ومتضايق اصلا من الشغل ومن الحياة وعنده ضغط، فيمسك الواد او البنت ويروح ضاربها. ويتخانق مع البيت كله بقى. ليه؟ لانك اخترت الوقت الغير مناسب اصلا، انه لسه بيفتح باب الشقة وبيقول بسم الله. وعلشان كده برضو النبي قال لك لو انت عندك هموم الدنيا كلها بره وداخل جوه شقتك، حاول انك تنسى كل الهموم دي وادخل على بيت على اهلك وتعامل معاهم بكلام تاني خالص. شفتوا؟ مش انا قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم ازاي بيتعامل؟ او يمكن كمان جميل جدا المثال ده يا استاذ وليد، انك مثلا لو حد مات مثلا وهي انت داخل من باب الشقه وراحت قالت لك الخبر، واحد يقول لي يعني انت عايزني خبر زي ده يعني تمنعه عني؟ انتوا تعرفوا ان السيده ام سلمه ولو ما كنتش غلطان يعني ان ابنها مات وزوجها كان جاي من بره، فسابته يدخل وياكل واديت له الحقوق الزوجيه وكده، بعد كده بقت تتكلم عن ان ابننا مات. ثواني كده، يعني ايه؟ يعني انت بتقول لي ان ابنهم مات وهي بتتعامل عادي ان كأن ما فيش حاجه حصلت خالص، وبتتكلم مع زوجها كده يعني اللي هو الحياه كلها طبيعيه؟ طبعا عندنا ده ما بيحصلش يعني. لا على فكرة مفيش أي فرق في الزمن خالص، الناس هم الناس، ونقدر إن إحنا نقتدي بالصحابة، والصحابة بشر على فكرة، ودي من ضمن الأخطاء اللي الناس عملتها، إن هم الصحابة يعني ما ينفعش نقتدي بيهم، بالعكس، بالعكس يعني، صحابة نقدر إن إحنا نقتدي بيهم ونبقى زيهم. فدي حاجة، فتبدأ تركز قوي لو أنت خاطب بقى، لو حد فينا هنا. انا واحد من الناس الحمد لله ربنا كرمني ولسه خاطب قريب يعني، ف في معاني اتغيرت عندي كتير جدا، اني بدأت اتعلم والح في التعلم في الحاجات ديت، اني ازاي اعرف ازاي اتعامل معاها، واتعلم بقى من النبي ازاي كان بيتعامل مع السيدة خديجة والسيدة عائشة، وانه ازاي كان بيتعامل برفق ولين، علشان ان شاء الله لما الواحد يتجوز يفهم ازاي يتعامل. واكيد بيحصل ساعات مشاحنات وانا خاطب، وده شيء طبيعي عند اي حد، ولكن بعالج الموضوع ده. طيب كم واحد من الناس اللي خطبت او مخطوبة او خاطب او ايا كان متجوز او كده قال لي مثلا، والكلام ده خصوصا للرجالة بقى، قال لحبيبته مثلا انا اسف؟ جميل جدا، ان شاء الله في ناس هنا ايه فاهمه وواعيه وما عندهاش اي مشكله يعني. دايما الراجل او معظم الرجاله بقى بتقابل صدمه في الحته ديت، وما بتقدرش تتعود على كلمه انا اسف. والكلام ده مش بس مع الزوجة، ده مع أي حد، ولكن مع الزوجة أكتر يعني. فيقول لك أنا الرجال قوامون على النساء. أيوة يعني إيه؟ يعني أنا راجل البيت السيد، يعني أنا عادي أعمل اللي أنا عايزه يعني. ده على أساس إيه يعني؟ على أساس إن هي مراتي يعني. طب أوكي ماشي، هي مراتك، فمين قال لك كده يعني؟ أنت إيه ما سمعتش النبي قال إيه؟ وتقول له طب النبي قال ايه؟ ما يقدرش يجاوب بقى. فتعودنا دايما ايه يعني ننسب شويه حاجات كده ومفاهيم غلط لقول الله او لقول الرسول، حاجات اصلا مش صح
ويبدأ يقول لك واضربهن، ويعني ايه القوامة، انك يعني تبقى ايه صوتك هو اللي مرفوع جوه البيت ومحدش تاني. بالعكس يا اخي، ده العلماء لما فسروا الآية ديت قالوا لك ان القوامة ديت تكليف وليس التشريف. عارف يعني ايه تكليف؟ تكليف يعني انت اللي قايم بلزوم البيت، يعني زي ما بنقول انت رئيس البيت، يعني اي غلط اي حاجة انت اللي بتشيله، مش ان هي. وبعض الناس تقول لك ما هي برضو ايه، برضو من ضمن الحاجات برضو المفاهيم الغلط ان فلوسها حلال ليا، فانا فلوسها لو هي شغالة انا اخدها برضو. مين قالك الكلام ده؟ على فكرة شرعا لا يجوز انك تاخد فلوسها تماما تماما، عشان كده بقول لك اتمنى يعني من الناس ان تبدأ تفكر في المفاهيم ديت. ومش انا اللي هقول، او يعني انا لست اهلا لهذا الموضوع ان انا اقول حرام ولا حلال، بس انا بفتح بيبان كده ان اقرأوا عن الحاجات ديت وشوفوا ازاي الحكم الشرعي في تعاملنا مع الناس، بس اسمعوا الناس الوسط، لان في بعض الدعاة يعني الله يسامحهم متشددين شوية، فيبدأ يقول لك لا الراجل هو اللي يسيطر على البيت وياخد فلوسها عادي مفيش مشكلة، واصلا هي ما ينفعش تشتغل، الكلام ده اصلا ممنوع، والكلام تبدأ بقى اللي هو ايه كلام مش موجود اصلا لا في الشرع ولا في العرف. انا من الناس، واحد من الرجالة اللي بقول لا، بعد ما فهمت وبعد ما سمعت صح، وانا في الاول كنت بقول لا مش هشغل مراتي، ولكن بعد ما ربنا هداني وسمعت كويس وبدأت افهم الدين صح، انا على يقين ان ما عنديش اي مانع ان مراتي تشتغل ما دام في الحدود الشرعية الاخلاقية، ليس عندي اي حرج. اتمنى برضو ان الرجاله يكون عندها نفس المفهوم ده يعني. وفي نفس الوقت برضو الست يعني اللي هو ايه تقول لك طب لا حق من حقوقي والمساواه، على فكره ما هو مفهوم المساواه؟ وده يمكن كلمه جميله سمعتها من مربيه فاضله برضو اتكلمت عن علم النفس، تقول لك ان في حاجات ما ينفعش الست هي اللي تعملها، الراجل هو اللي يعملها، وفي حاجات ما ينفعش الراجل يعملها، الراجل الست بس هي اللي بتعملها. يعني ايه؟ يعني في حاجات الست بس هي اللي منفرده بيها، وفي حاجات الراجل بس هو اللي منفرد بيها، ولكن في دايره في النص بتجمعنا ما بين الاثنين. تعالوا احنا الاثنين كراجل وكست نشتغل على الدايره اللي في النص. ولكن معظمنا بيتكلم على دايرته هو، او هي تتكلم على دايرتها هي، ويبدأ الخلاف في النقطة دي. تعالوا نتكلم على التقاطع، والكلام ده مش ما بين الأزواج بس، في كل الحوارات سواء راجل مع راجل أو ست مع ست أو أزواج أو حوار أو أي حاجة، ده مفهوم التواصل ما بين. يعني إيه؟ يعني أنت جاي تقول لنا إيه النهاردة؟ أنا جاي أقول لكم الفكرة انك تختار صح من البداية، تختار واحدة موافقة لك في العقل او في ظروفك الاجتماعية. في ناس تحب دايما تبص على حد اعلى منه، او فيجي سؤال ليا ساعات، او سؤال لبعض الناس اللي اتكلمت في علماء النفس عن الموضوع ده، هل التوافق الاجتماعي ليه تأثير على الموضوع ده؟ احب اقول لكم اه طبعا طبعا، التوافق الاجتماعي ليه عامل مهم جدا، وده جزء كبير جدا في التعامل. طيب بالنسبه للسن، حد بيسأل برضو، اكيد اكيد جه في بال معظم الناس السن، يا ترى اتجوزها اكبر مني ولا عادي؟ ممكن يعني ايه تبقى هي اكبر مني زي ما النبي اتجوز السيده خديجه، ولا ايه بالظبط؟ بص، هو اولا حسب المجتمع، لان في حاجات الشرع ما اتكلمش فيها، ولكن في حاجات احنا بناخدها بالعرف والعقل والمجتمع. انا واحد من الاشخاص ما عنديش اي مشكله اني اتجوز واحده اصغر اكبر مني،
تماما، ما فيش اي مشكله عندي في الموضوع ده، ولكن طبعا ما يكونش الفارق كبير جدا، يعني ما تكونش هي اكبر مني مثلا ب10 سنين، ده مش مقبول، لانها ساعتها نفسيا هي هتعاملك كأم مش كزوج، وانت هتبدأ تحس بقى انك ايه لازم تفرض عليها السيطرة، فدايما البنات بيخافوا من الحتة ديت. يعني انا ممكن اقول هي التقديرات كلها شخصية وبشرية، وعلماء النفس قالوا ممكن تكون اكبر مثلا سنة بالكتير قوي يعني، او ممكن يكون السن مقارب شوية، شهر شهرين سواء انت او هي يعني. طيب العكس بقى، يعني هل ممكن ان هو يبقى اكبر منها بكتير؟ برضو ما بنرجحش الموضوع ده، يعني 10 سنين لا كتير جدا 10 سنين، لان انت ساعات هنا بقى ايه بتتكلم على انك برضو هتتعامل معاها كأنك اب ليها يعني. طيب هل ممكن ان في واحدة تتجوز واحد اكبر منها؟ اه عادي على فكرة، ولكن دي حالات منفردة، حالات شاذة تماما، لانها ممكن بتكون محتاجة ساعتها الاب، هتلاقي في بعض البنات متجوزة حد أكبر منها بكتير يعني. ولكن دي زي ما بقول لكم حالات قليلة جدا، ولكن الأصل إن هي لا تكون أكبر منه بكتير ولا هو أكبر منها بكتير، الفرق يكون بسيط جدا ما بينهم علشان يكون في توافق عقلي واجتماعي. طيب السن الأساسي، إحنا هنا بنقول النضج. يعني ايه النضج؟ يعني ممكن واحد على فكرة عنده 30 سنة وهو سامحوني في الكلمة يعني اللي العلماء بيقولوا عليها تصرفاته زي العيل يعني، وممكن تكون العكس هي برضو كبيرة في السن وتصرفاتها طفلة يعني. طب ممكن تكون واحدة صغيرة ولكن عقلها كبير؟ اه طبعا موجود يعني، والرجالة برضو موجود يعني، في ناس النضج بتاعها، مش بنتكلم هنا على البلوغ، لا احنا بنتكلم على النضج العقلي، ان في ناس لا بتنضج من عند سن 18 20، ده فكر يعني. وانا الاول كنت برفض ان احنا عندنا في مصر هنا ان الجواز يبقى عند سن معين، ولكن هو بصراحة يعني مقبولة شوية، لان فعلا ان لازم يكون الانسان ناضج، مش فكرة ان انا اول ما بلغ اروح مجوزه، ده كلام غير صحيح، ان انت بتفتح بيت و كلام كبير يعني، يعني انت مش مدخله على ايه، انت مش جاي يلعب كورة، لا ده الموضوع اكبر، انت بتفتح معاه حياة. علشان كده بنقول كل ما كان النضج اكبر واحسن كان الافضل يعني. ده بالنسبة ايه، انا عارف ان السؤال ده هيجي اللي هو سن الزواج، وانا جاوبت على ايه معظم الاسئلة. اتمنى ان نلاحظ مع بعضينا الشروط ديت، لو احنا هنتجوز او نعرف حد هيتجوز او حد هيخطب او هيحب او اي حاجة من الحاجات ديت يعني. أليكس بتقول لو هو أقل منها عادي، أه أنا قلت إن هو عادي، ولكن برضو السن يبقى قريب يعني، وحسب النضج هو، ممكن إنسان لأ ما يتقبلش الموضوع ده، يقول لك إزاي يعني. التعليم، أه التعليم هو ممكن، ولكن برضو حسب الشخصية، ما هو للأسف الحاجات ديت يعني ما فيهاش حاجة جازمة، ولكن الافضل ان هما يكونوا قريبين من بعض. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يبقى عنده مثلا دبلوم وهي مثلا خريجة جامعة امريكية مثلا، اقدر اقول لك مفيش اي مشكلة، لو هو انسان مثقف ومحترم وعقله كبير جدا اه عادي ان هما يجتمعوا مع بعض، لكن لو واحد زي ما بنقول يعني دماغه مختلفة تماما وهي واحدة مثقفة وعندها طموح، مش من الصح ان هما اصلا يتقابلوا مع بعض. تمام، اتمنى ان شاء الله اكون يعني اتكلمنا عن اساسيات، وقلنا ان ازاي الواحد بيبص على الزوجة والجواز باشكال مختلفة، فيهم المتشدد وفيهم اللي هو الزاهد وفيهم المعقد وفيهم اللي هو بيتدلع وفيهم بسبب الظروف المادية. فده كان اول جزء، اتكلمنا على فكرة ازاي الرجال مختلفة عن النساء، فكرة بسيطة ولكن فيها عمق كبير. ان شاء الله لو ربنا اتاح لنا عمر
ممكن نتكلم عنها تاني بإفاضة كبيرة. اتكلمنا برضو على هل الأهل ليهم دور هنا كبير جدا في اختيار الزوج أو الزوجة؟ طبعا ما لهمش أي دور، ولكن مهم جدا طبعا إن احنا ندور على الأصل والنسب، وطبيعي جدا، ولكن في نفس الوقت الاختيار الأول والأخير ليكي أنت أو ليك أنت، فما تخليش حد يفرض عليك رأيك حتى لو والديك. معلش أنا عارف إن الكلام ده ممكن يزعل ناس أكبر مننا أو ناس تحب تبر الوالدين، ولكن ده كلام ألف به يعني معروف. أتمنى إن شاء الله إن أنتوا تكونوا استفدتوا بقدر كبير في الموضوع ده، واتكلمنا شوية عن شوية مفاهيم كده، وإن شاء الله لو في عمر زي ما قلنا يعني إيه نتكلم عن حاجة تانية في الأجزاء ديت، أو نتكلم عن التربية إزاي، أو بمفاهيم تانية جديدة إن شاء الله. فبشكركم جدا، وأنا هدي ربع ساعة كده سريعا أسئلة على قدر المستطاع، لو قدرت أجاوب عليها طبعا، ومن قال لا أعلم فقد أفتى، وإن شاء الله أقدر إن أنا أجاوب على الأسئلة اللي في بالكم إن شاء الله. فهاخد الأسئلة سريعا 10 دقايق أو ربع ساعة، وواحدة واحدة علشان أقدر أقرأ الأسئلة. اتفضلوا. فرق السن المسموح بيه بين الفتى والشباب، احنا لسه متكلمين من شويه صغيرين ان ما يكونش الفرق كبير جدا. طيب اجاوب على نقطه نقطه يا جماعه علشان معلش الاسئله ما تتوهش مني. فانا بجاوب لسه على اول نقطه، اتكلمت وقلت لا يعني ما يكونش الفرق كبير، لا هي العكس ولا هو العكس برضو، ولكن هي بترجع للشخصيه بتاعت الانسان وحسب البيئه اللي اتربى فيها. طيب السؤال اللي بعد كده، ثواني بس علشان الأسئلة كده إيه؟ لو البنت كويسة وأبوها مش قد كده، طيب هو حسب برضو يا أستاذ وليد مش قد كده، يعني نقصد قد إيه؟ وطبعا إحنا مش بناخد الـ الناس بذنب حد، ولكن النبي برضو قال إن إحنا ندور على الأصل. فبرضو يعني ايه انت لاحظ ان هو هيكون جد عيالك، فلازم نلاحظ الموضوع ده برضو. يعني شيماء بتقول طيب لو البنت اكبر من الولد في السن والتعليم ايه هو السن؟ اتكلمنا برضو وقلنا الموضوع ده. اسلام بيقول الفرق المادي هل يشكل مشكلة كبيرة؟ لا طبعا، بس هي بترجع لنفسية الشخص. في واحد بيقول لك لا انا الراجل هي ما تصرفش عليا و لا وفي واحده تقول لك لا انا لازم اعيش في مستوى معين. فاحنا زي ما قلنا التوافق الاجتماعي ليه دور مهم جدا، وانا سمعت قصص ناس ان في واحده كانت عايشه في مستوى معين ان مثلا جات تتجوز واحد اقل منها في المستوى ورضيت بالموضوع ده وما كانش عندها اي مشكله يعني. فهي برضو حسب الشخص. طيب ميمو بيقول لو الاهل شايفين ان الجواز ده مش صح يسمع كلامهم لو اللي هم شايفينه ده غلط؟ زي ما قلت لكم لا طبعا، وانا ارفض تماما، ولو في اعاقه في الموضوع ده يرفض زي ما هو عايز. وعلى فكره ده مش رايي انا الشخصي، علشان ما حدش يقول لي ايه الكلام ده، ده راي علماء في العلم الشرعي، واقدر اجيب لكم الادله ديت. ولكن احنا مش بنقول برضو، ومش بن مش بندعو برضو ان الايه يبقى في حده يعني. هي اقنع والدك مره والتانيه والتالته، حاول برضو ان يكون في موافقه منهم، حاول تلاقوا طريقه اقناعها يعني ايه بيهم برضه. مصطفى بيقول دلوقتي لو المشكله ماديه ايه الحل؟ برضه مش فاهم السؤال، معلش يا مصطفى حاول اسالني تاني. اميره بتقول لي لو سمحت متقدم لي واحد من وجهه نظري او من وجهه نظر اهلي كامل، بس مش حاسه ان تفكيرنا متوافق خالص. طيب بصي، ولا ترفضي ولا تقبلي، اقعدي معاه الاول وحاولي تفهمي دماغه عامله ازاي، حاولي يعني تدوري على نقط فيها قبول،
اقعدي معاه مره او التانيه، ولو ما لقيتيش خالص خلاص ارفضي وقولي لهم لا انا مش عايز اتجوز الشخص ده يعني. افضل طريقه لاختيار شريكه الحياه، احنا اتكلمنا عنها في المحاضره عن معظمها، ان افضل طريقه والاهم طبعا هي الاخلاق، دي من وجهه نظري انا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. منى بتقول ايه حدود التنازلات اللي ممكن يقدمها في اختيار الزوج؟ الحدود انك اهم حاجه طبعا الدين والخلق، ان هي تكون انسانه محترمه بمعنى او بكل المقاييس، ما تتنازلش عن كده خالص. اما الكلام الباقي ده كله دي حاجات بقى ايه، عادات وتقاليد وتوافق اجتماعي، في ناس بتقبل وفي ناس ما بتقبلش. يعني ممكن واحده تقبل ان هو ما يكونش وسيم عادي جدا، دي حاجات بنتنازل عنها. واحد برضو ما تكونش هي جميله، كلام كله عادي يعني، بس الاهم طبعا الاخلاق. وسيم بيقول لو كان الفرق بينهم 10 سنين، يعني الشاب 30 والبنت 20، ايه رأيك؟ رأيي والله يعني بلاش، لان الفرق كبير جدا. ولكن برضو ارجع واقول ان ممكن يكون في حالات منفردة، بمعنى ان ممكن يتوافق عادي مفيش اي مشكلة يعني، بس المهم ان هما يقعدوا مع بعض ويفهموا دماغ بعض، وده الارجح يعني. طيب انا هاخد كام سؤال كده، ولكن قبل الاسئله دي صفحتي الشخصيه اللي عايز يتواصل معايا في اي حاجه انا تحت امره برضو، علشان لو ما لحقناش او ما لحقتش ارد على باقي الاسئله يعني. مروه بتقول لو كانت البنت احسن ماديا وثقافيا واجتماعيا ودراسيا، يعني احسن منه في كل حاجه يعني، ولكنها تعلقت بيه، فما الطريقه المناسبه لاقناعها بانه غير مناسب؟ يعني انا هرد من وجهة نظر انا والكلام اللي سمعته برضو يا مروة، يعني حاولوا تقنعوها ان هي مش موافقة معاه اجتماعيا وان هي هتتعب معاه، ولكن زي ما قلت برضو علشان ما نحكمش على الناس، ممكن عادي ان هو جوازهم يكون متوافق مع بعضه. خليهم يعني حد من اهلها يقعد معاه ويشوف دماغه برضو عاملة ازاي، هل هو انسان خلوق، وهل هو انسان برضو مثقف بان هو يقدر يعني ايه يلحم الفجوة اللي ما بينهم دولت، ولا ما ينفعش. لو ممكن اعادة المحاضرة ان شاء الله ممكن نعمل محاضرة تانية، وهبقى اتفق معاها مع الدارين، وهتلاقوها على الصفحة بتاعت ملتقى الدارين او على صفحتي الشخصية يعني. ودي صفحتي زي ما قلت، لو حد عايز ايه يتواصل معايا انا تحت امره يعني. دعاء لتيسير الزواج، هتلاقي ادعيه كتيره جدا موجوده، هتلاقيها يا اما في السنن الصحيحه او في كتب الادعيه يعني. شهد بتقول انا نفسي اعيش قصه حب، ونفسي بجد ارتبط بانسان ملتزم، لكن لحد دلوقتي ما قابلتش حد. اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ تدعو الله ان هو يوفقك باذن الله وتلاقي ابن الحلال، ولكن لحد ما يجي حاولي انك يعني تلتزمي بالعفة وبالأخلاق الحميدة، وتدعو الله إن هو يوفقك في ابن الحلال. الأخلاق أهم من كل حاجة يعني، وإن شاء الله تلاقيه قريب بإذن الله شهر يعني. أحمد بيقول رابط الحساب خطأ. لا هو مش خطأ، ممكن يكون في حاجة نزلت يعني معاه، ده الرابط التاني أهو علشان بأكد برضو عليه. مسلمة بيقول علماء النفس بيقولوا من 5 ل 10 سنين. مسلمة، ما انا قلت لك ان دي كلها تقديرات شخصية، ولكن هي بترجع للشخص والحالة، وهي ملهاش قاعدة عامة على كل الناس يعني. ولكن الافضل كل ما قل السن كل ما كان افضل، علشان التقارب الفهمي والفكر يكون قريب من بعض. ازاي احمد بيقول ازاي الايه الواحدة ترتبط بشخص ما تعرفوش للي بعد الخطوبة؟ عادي جدا يا أحمد، يعني في زيجات كتير نجحت من غير ما يكونوا عرفوا بعض، وبعدين ما هم كده كده أصلا بيعرفوا بعض من خلال الخطوبة والتعارف ما بين الأهل يعني. ميمو بيقول لو الإيه خطيب بنتها، أم شايفة خطيب بنتها مش كويس بس بيحبها، وهي كمان بس هي مش عارفة تبعدهم
بعض خلاص. لا انا مش فاهم السؤال، يا ريت تعيديه تاني. احمد بيقول ايه رأيك في التعارف الجد من على النت؟ انا شخصيا كشاب او يعني، ويمكن تستغرب من الرد ده، انا برفض تماما التعارف من على النت. مش حكاية يعني، ما انا مش بتكلم من الواجهة الشرعية، ولكن انا بتكلم هنا من الناحية النفسية، ان يعني ده اصلا مبني على ممكن معظمه غش وخداع. انت ما تعرفش اللي قدامك، الافضل انك تلاقي حد مناسب ليك، يا اما من الجامعة او من المنطقة اللي عندك او والدتك، يعني ايه تنقي لك انسانة محترمة بنت ناس يعني. الدعم الفني بيقول لي ان في واحد كان بيسأل الحب قبل الخطوبة هل يفضل ام لا. انا قلت قبل كده ان ممكن الانسان يحب وممكن لا، الحب في نفسه بحد ذاته مش عيب خالص ولا حرام شرعا كمان. الحب هو اساس كل شيء، الحب مدام يعني ملتزم بالشرع والاخلاق من الطبيعي طبعا ان هو يحب عادي، يعني هو ربنا خلقنا كده اصلا، فالحب ما فيهوش اي حاجه عيب يعني. يقول لك الحدود الشرعيه للخطوبه لن تسمح بمعرفه. انا لو هتتكلم على الحدود الشرعيه، الحدود الشرعيه بتقول لك انك لو انت خاطب واحده او هي مخطوبه من اهلها عادي، فعندك برضو انك تقدر تتعرفوا مع بعض، روح لها البيت اقعد معاها، خد حد من اهلها، هتلاقي طريقه برضو يعني. التليفون يعني انا مش هقول لك او مش هفتي في الحته ديت، ولكن يعني ايه ممكن ارد عليك في الخاص عندي، لاني يعني ايه اتاكد برضو من حاجه كده وارد عليك ان شاء الله. المحاضرات يا اسلام، لا هي هتلاقيها على الملتقى الدارين، يا ريت حد من الدعم ينزل لهم برضو الصفحه بتاعتكم علشان يكونوا عارفينها. هتلاقي لو التسجيل بتاع المحاضره او المحاضرات الجديده اللي هقدمها يعني. تمام، في اسئله تانية جوه الموضوع. كيف تكتشف عيوب الآخرين أو الآخر ولا تنخدع فيه؟ والله ده أمر صعب جدا أولا، لأن احنا محدش يقدر يعني إيه يكشف عن نوايا الآخر، وده صعب جدا، ولكن احنا بناخد بالظاهر لحد ما يثبت العكس. علشان كده هم عملوا فترة الخطوبة، كل ما كان التعارف أطول وأحسن بنعرف بعض. في ناس هتقول لي طيب الخطوبة ساعات بيخدعوا بعض، والله ما هو الاختيار بقى من الاول بيبقى باين يعني، انت اخترت مين علشان كده اكيد طبعا ايه بيبان يعني. طيب احسن مدة للخطوبة؟ ما عنديش مدة معينة او ما اعرفش مدة معينة، ولكن برضو كل ما كان افضل، علشان النضج اللي انا عايز اقوله هنا، النضج كل ما كان احسن. لكن لو هم ناضجين وفاهمين بعض مفيش اي داعي ان هم يطولوا الخطوبه يعني. والله يا محمود بلاش نحكم على الناس، لان احنا مش انبياء ولا ربنا، كل واحد اكيد ايه يعني ليه رب هيحاسب. طيب في ناس بتقول في مشكله في الرابط، انا رابط لو الرابط بتاعي انا نزلته اهو تاني، لو رابط الدارين يا ريت تنزلوه تاني علشان اللي بيشتكي او بيقول ان هو مش شغال. منا بتسالي سؤال جميل جدا، ازاي او ايه الكتب اللي اقرا فيها ونغطي موضوع ايه استعداد للمحاضره مهمه زي الزواج؟ تمام، انا هقول لك على بعض الكتب للشخصيات، وما عنديش اي حرج على فكره، لان في بعض المدربين ما بترضاش تقول يعني اسامي الناس، ولكن بالعكس يعني ده علم. واللي ما عنديش اي مشكله اقول لكم على العلماء، اقرأي لحد اسمه هنا في مصر استاذ كريم الشاذلي، هو انسان محترم جدا وعنده كتب في المواضيع ديت هتستفيدي منها. في حد تاني مغربي اسمه مصطفى ابو سعد، دوري عليه برضو على النت هتلاقي ليه برامج وكتب مهمه ومحترمه جدا. طيب هتلاقي برضو عندك الدكتور طارق الحبيب، اتكلم عن الموضوع ده برضو وعن مواضيع تانية كتير. المفكر العظيم عبد الكريم بكار،
ليه كتب برضو ومجموعة جميلة جدا في التربية والأسرة. برضو هتلاقي للدكتور عمرو خالد برنامج عن الجنة في بيوتنا، كان بيتكلم برضو عن الأسرة، جميل جدا. لو حد قرأ كل المجموعة اللي أنا قلت عليها والمدربين وكده، هيعمل يعني إيه قاعدة معرفية جميلة جدا، هيقدر يستفيد منها أحسن من أي حاجة تانية يعني. أعيد الأسماء. طيب يا ريت الدعم الفني لو يساعدني في الأسماء ويكتبها وأنا بقولها، الدكتور عمرو خالد، برنامج الجنة في بيوتنا، الأستاذ مصطفى كريم الشاذلي وهو من مصر، ليه كتب جميلة جدا، المفكر العظيم عبد الكريم بكار برضو ليه مجموعة عن الأسرة. ايه تاني يا ربي؟ قلنا الدكتور طارق الحبيب هو بروفيسير في الموضوع ده، وبرضو في مصطفى ابو سعد. تمام، الناس ديت لو عملتوا عليها سيرش على النت هتلاقوا ليها كتب موجودة، وهتلاقوا منها حاجات فيديوهات كتيرة جدا تقدروا تستفيدوا منها يعني. وهتلاقوا برضو على الدارين زي ما قلت لكم، يعني كان في مدرب زميل ليا كان بيتكلم برضو عن اختيار شريك الحياة، تقدروا يعني ايه تستفيدوا منها برضو يعني. الهدف الأساسي قبل ما نتجوز، أحب أأكد على الموضوع ده، إن إحنا عايزين نصنع من أطفالنا قيادة محترمة جدا، قيادة نقدر إن إحنا ننهض بالأمة، ونصنع منهم جيل مثقف وعلماء وعندهم فكر راقي وسلوك محترم. وإن شاء الله إحنا كمان بنتعلم علشان نكون مختلفين في التربية. نسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يوفقنا في حياتنا وفي الزواج إن شاء الله. بشكركم جدا، ولو في أي سؤال أو أي حاجة تانية تواصلوا معايا من خلال اللينك بتاع صفحتي، وأنا تحت أمر أي حد. بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.